أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، حصتكم اليومية راب نيوز راها بدات. اليوم غادي نحكو على الكورة. راب نيوز خدمتها توضح الصورة في الصبورة، الناس راها تتعلم دروس الكورة. على الأوروب راني نتكلم، مانيش نقارن بصح راني متمني نروح أنا ومرتي ولدي للصطاد وأنا لا متهني. رايح للصطاد داي معاه مصيطة، وكي تربح ليكيب يدي فيلي فوق البرويطة. المهم بقاو معانا باش تتابعو ألوي بوسطيلا رانا نقارعو. ألوي راني نسمع فيك شريكي، عند الجيشي دبز على جال التيكي. اليوم الماتش تلعب بالمولودية، دعوة مخلطة غاشي وبوليسية. عند الدخلة غادي تتبهدل، واحد مسطول يمن لاخر مقفل. راه معايا واحد من المشجعين، اقول لي خويا شجيت اليوم الدير. جيت للصطاد اليوم باش نديفولي، دنيا ما كان والو دمرها وخليها ترولي. فيف المولودية اليوم نربحو بربعة، واذا خسرنا الاربيت راني جايب بلبو سبعة. راك جاي تشوف الماتش ولا تقريسي، رد بالك خو لا يشوفك البوليسي. كملها مال بالسيلونة وحداني، وتولي تغني علاش مشيت وآش داني. كما شفتوا أعزائي المشاهدين، كان معنا واحد من المشجعين رابط بو سبعة وباغي يضرب لاربيت. دروك ليكيب لازم متمركي كات بيوت، حتى الوين تا غادي نبقو متأخرين. جيسكا كون أعزائي المشاهدين، عدنا ملاعب فيها المتاعب، شحال من مرة يموت مشجع ولا لاعب. شفنا ملاعب تربط آلاف المناصرين، تتعمر وتخوى بالنظام وفي وقت قصير. دروك المشكل وين راه يا مسؤول؟ راني نسمع قول أعطينا بعض الحلول. اوكي غادي نقدم روحي الخاوة، انا مسؤول الكرة وسموني كاوكاوا. راكم تهضروا على العنف في الملاعب، انا خاطيني لكن الشعبي مشاغب. انا خدمتي نجيب اللاعبين، يربحوا ولا يخسروا نعطيهم الملايين. نورمال مو تصفقوا تشكروني انا، بسبب لاكوب دي موند الجزائر راهي فرحانة. نشكروك ياك نشكروك، واه نشكروك باسكو درت كالكو شوز. والآن أعزائي المشاهدين، نروحوا للملعب مع بسطيلة والمشجعين. أكمل الماتش والناس راها فرحانة، بالغنولي في ميجان راهم دايرين حالة. ولا لا أجواء رائعة في ملعب صاد عشوان، أنصار الخضراء يحتفلون بالفوز، يغنون يرقصون احتفالات بهيجة. نايضة نايضة اي فوالا، هذا هو الدليل، بقات الكره غير هي اللي تفرح القليل. الكره تفرح بصحة بكي تاني، شحال من واحد مات وخلى امه تعاني. كمل الماتش وناض الكاتش، ضربوا الاربيتر وناض الدبزه ما صراتش. الو الو بسطيلة دير الكاسك، درق راسك بالك الشعبي قايسك.
ياو ما مركاوش كاتفيت هذاك المشجع حاوز لاربيت على جال الملموس سببت لنا في الفوز غادي نحكمك غادي نضربك بالموس نعدت فوضى وحرقوا البناوات هاد الدبزة قاع فاسكو خسروا المباراة جابوا الأمن وجابوا البوليسية بالصحة الشعب هاجم وحال تسلك القضية تسلك إن شاء الله ما يكون غير الخير تسلك دير الثقة في ربي الكبير والآن معانا الضيف الحصة الثاني معلق كبير وشرفني كي جاني مرحبا بيك شرفتنا بالحضور أعطينا كلمة على الكرة كي راهي تدور شباغي نقول شباغي نحكي على الكرة من كثرة الفساد فسدت البطولة على الملاعب نحكي بالضرورة وفي المدرجات راها تكمن الخطورة أرضيات صالحة لزراعة الحمضيات مسمينها ملاعب لإقامة مباريات وما نحكوش على اللاعبين اللي التالي فيهم ما يصلحش وقاع نعرفوا باللي راهم يخلصوا غالي والنيفو تحت الزيرو ما زلنا في الحضيض والناس راهم يطيروا شكرا ليك راك وضحت الصورة أنا عندي راي تتوقف في البطولة ودراهم لي جوار اللي راهم يخلصوا باطل يديروهم مشاريع لصالح الشاب العاطل والآن أعزائي المشاهدين نروحوا لركن الشكايات قول يا مسكين اكتب 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 لا 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 اكتب اروح اكتب 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 راني نجري انا عييت باغي يضربني داك الخبيث فوت هنا اليوم نقلبك على جالك خسرنا واليوم نصوتك انا خاطيني الله يهديك ليكيب تاعك عيانا هما اللي بيك خسرتنا عطيتهم ضرب الجزاء غادي تاكل من السبعة في الصباح والمساء حمك عمي انا عييت راني نجري انا مليت انا وراك والزمان طويل ما عندك وين تهرب ما عندك ما تدير فوت هنا فوت عمي لا 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 الرياح انا قام الرياح اي اي كدب كدب والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله راهم بوشي واللي قلبه راهم توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي في الكون فرخهم وارتاح حوجي انا عمري شق فوق كيتي انا حجره ضربوك حوجي انا عمري شق فوق كيتي انا بحجره ضربوك عمري جوار تاع فوت نعشق فيه ونموت كيما قبتي ماجد عمري يلعب كيما شوت شبابو آرتيست كيما كريستيانو كوجات الدنيا دنيا كوراه يلعب في ميلانو يجري كيما سلوكي ويمركي بالراس ضربوها بعين خرجت فيه سير بلاس ضربوها بحجرة كي شافوها رايح يمركي حوجيانا كي شاف الدم ولا يبكي أعزائي المشاهدين العادة تاع اليوم كمل نتمنى تكونوا قانعين واللي ما فهمش يجي يسأل على راب نيوز @gmail.com أعطونا رأيكم حنا منكم وهذه حصتكم أيو تشاو باي باي زيدوا تابعوا ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا إلى اللقاء في عدد جديد.